السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، قناة المهتمة بأخبار العملات الرقمية. بيانات مهمة لازم ترتقب خلال 24 ساعة القادمة. شو قصة العملة الرقمية اللي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية المدعومة بالذهب؟ كل هالمواضيع رح أتكلم عليها ورح أتكلم شو تأثيرهم على البيتكوين. قبل ما نبلش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا نهاية الفيديو أصدقائي حتى تعرفوا آخر المستجدات. أولا خلينا نتكلم أصدقائي عن بيانات المهمة اللي لازم تطلع غدا، اللي هي تقرير توقعات الطاقة من الناحية الأولى. هاي التقرير رح يطلع اليوم الساعة 7، وغدا عندي تقرير مهم تاني اللي هو مؤشر أسعار المستهلكين، وعندي المؤشر أسعار المستهلكين السنوي والشهري. هدول عليهم 3 نجمات يعني فائقة الخطورة. عندي مخزون نفط كمان رح يعمل تقلبات كبيرة في أسعار بيتكوين والذهب وسوق العملات المشفرة، وعندي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. لكن أهم شيء عندي هو مؤشر أسعار المستهلكين اللي هو مؤشر التضخم. إذا كان تضخم إيجابي أو سلبي على الدولار وإيجابي على سوق العملات المشفرة، رح أشوف البيتكوين بمناطق توصل ل 35,000 دولار إلى 40,000 دولار. وإذا كان سلبي على العملات المشفرة وعلى الذهب، وكان إيجابي على الدولار الامريكي او على مؤشر قوة الدولار الامريكي، راح نشوف البيتكوين مرة تانية يرجع يلامس مناطق 28,000 دولار، ويكون الاختراق اللي اخترقناه اختراق كاذب. لكن كل البيانات وكل التقارير السابقة اللي طلعت تأكدت انه تقرير راح يطلع سلبي للدولار الامريكي وايجابي للسوق الكريبتو. لهيك متوقع خلال ال 24 ساعة القادمة لحظة صدور مؤشر اسعار المستهلكين اللي هو رح يكون الساعة 3:30 عصرا، 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة. شو قصة العملة الرقمية المدعومة بالذهب اللي تقترحها الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا أولا اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء عملة رقمية خاصة بالمصرف CBDC، لكن ولاية تكساس اقترحت عملة رقمية غطاء الذهب. يعني إذا أنت بتمتلك من هاي العملة الرقمية بتقدر تروح على البنك وتبدله بذهب، أو بتقدر تبدله بدولار سيولة نقدية، بتقدر تصرفها وتخزنها في حسابك المصرفي، يا اما عملة رقمية يا اما ذهب يا اما كريبتو. بتقدر تعمل مبادلات بين الذهب والكريبتو، وبين الذهب والعملات، وبين العملات والدولار. لحد الان اصدقائي هذا لا يزال مجرد اقتراح، لكن اذا صدر هذا العملة راح يكون خطر كبير على البيتكوين، لاني راح يتم حظر البيتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية، ورح تم فرض عقوبات على سوق العملات المشفرة، ورح تكون الذهب أو رح يكون العملة المدعومة بالذهب هي العملة السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ورح تحل مكان البيتكوين. شو تحليل البيتكوين أصدقائي؟ لحد الآن المقاومة الوحيدة المواجهة على فريم اليوم هي مناطق 32,000 دولار أو 32,300، هي المقاومة الوحيدة اللي بنواجهها حاليا على عملة البيتكوين. في حال لمسنا هذه المنطقة وفشلنا بالكسر من أول مرة، فأنا بتوقع تصحيح مرة تانية وانخفاض لمناطق 29,000 دولار. لكن إلى حد الآن عم نمشي بشكل عرضي خلال الساعات الماضية، عم نمشي بشكل عرضي. تقرير التضخم أو هذا الصعود اللي صار قبل تقرير التضخم ممكن يكون عملية تلاعب. مجرد ما يصدر قرار التضخم حتى لو كان ايجابي لسوق الكريبتو، رح يصير انخفاض بسيط او رح يصير انخفاض بنسبة تصل الى 5% وبعدها صعود مرة تانية. هذا الصعود اللي صاير الى حد الان صعود غير صحي، وتكلمت عليه بالفترة السابقة وقت تقرير الفائدة وتقرير التضخم. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى توصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.